يقول: وهل من ذهب إلى المدينة أكثر من ذهابه إلى مكة يكون عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. إذا نزل وسكن في المدينة وتردد لزيارة المسجد النبوي ليس عليه شيء، لكن كونه يذهب إلى مكة أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة. شوف الفرق بين 100,000 أو بين 1,000 صلاة. نعم.